السلام عليكم، بنرحب فيكم في الديجيتال كنترول. حنتكلم عن روت لوكس، بس شوية يعني ريفيو خفيفة على أساس نبدأ نعطيكم اكزامبل في هذا المجال. الروت لوكس زي ما حكينا سابقا في محاضرات وفيديوهات سابقة، عندي كي، هذه بارامتر بتغير بناء عليها الكاركتر الروتس تبعت الكاركترستيك كويجن الموجودة عندي هان، بتتغير في هذا المجال، يعني مواقع البولز تبعاتي بتتغير. الآن عندي السيستم الموجود هان، هاي كي في جي اوف زي معطى بالطريقة هاي، هذه انكلودنج اللي هي زيرو اوردر هولد. الآن اللوسي للسيستم هاد اوريجينيت ات زي ايكوال 1 اند بوينت 3 6 8 اللي هي البولز الموجودة عندي، واحد منهم حيروح على الزيرو اللي هان والتاني حيروح لإيش؟ للإنفينيتي. There is an asymptote at 180 degree. The breakaway point عندي لما ناخد الديريفاتيف دي في كي اللي عندي اللي هي جي اوف زي وذ ريسبكت لزي بتعطيه بتساوي زيرو، بتعطيني البريك بوينت اواي بوينت ات 0.65 فور كي ايكوال 0.196 اند بتساوي ماينس 2.8 فور كي ايكوال 15. الان ايش الرولز؟ نعمل كونستراكشن للروت لوكس اللي هو جاي من الكاركترستيك كويجن هاي، اللوسي اوريجينيت ان بولز اوف جي اتش اوف زي اند ترمينيت ات زيرو لل G H of Z. The root locus on the real axis always lies in a section of the real action axis to the left number of poles and zero on the real axis. عادة بيجي to the left of odd number. The root locus is symmetric with respect to the real axis. وهذا حكينا عنه سابقا. The number of asymptotes is equal to the number of poles لGH of Z اللي هي minus the number of zeros اللي عند اللي بنسميه relative degree للسيستم. With angles اللي عندي 2K plus 1 في باي على NB minus NZ الزوايا اللي بطلع فيها الأسمتات. The asymptote intersect the real axis at sigma وsigma هاي بتساوي summation للpoles minus summation للزيرو على NB minus NZ زي ما موجودة عندي هاد. The breakaway points بجيب الderivative of GH of Z with respect لدي زي بدي ساوي زيرو اللي هي بتطلع عندي هنا دي اوف زي في دي ان اوف زي على دي زي ماينس ان زي في دي اوف زي على دي اوف زي بدي ساوي زيرو. For marginal stability للاكزامبل اللي قبل شوي عندي، يعني بتعطيني البوت بولز ات اليونت سيركل بتعطيني كي بتساوي 2.39 الموجود عندي. الآن الكاركترستيك إيكويشن في هذه الحالة بدها تساوي زي سكويرد ماينس 0.488 زي بلس 1، وهذا بتعطيني زي بتساوي 0.244 بلس أو ماينس جي 0.97 أو الماجنتيود 1 وبلس أو ماينس زوايا كام 75 degrees، وهذا كورسبونز إن راديان ل 1.32 اللي عندي اللي هذا بتساوي أوميجا في تي. الآن أوميجا بتساوي عندي 1.32 for t equal 1 second. الآن لما بدي أرسم اللي عندي بدي أجيب قيمة الكي، فأنا بدي أعوض عن في الزي اي في البي 1 والبي 2، وهنا بتعطيني إيش قيمة الكي عندي بدها تساوي الكي بدها تساوي إيش بي 1 في بي 2 على 0.368 في الزي واحد الموجودة عندي في هذا المجال اللي هي أعطتني كام 2.39 الموجودة عندي فيها. الآن أنا هاي الديزاين بوينت لو بدي أطلع عليهم كيف بدي أشتغل معهم، هاي الديزاين بوينت هاي البي واحد هاي البي اثنين وهاي الزي واحد، بس للعلم عشان تعرف كيف بنحسبهن لاحقا. هذه بالمختصر يعني شغلة سريعة لتقولنا كيف احنا بنشتغل على الروت لوكس. الآن لو انا بدي اعمل ديزاين
حس إلى خلينا نقول 100 certain specification، هتطلع عندي هختار design point. الديزاين بوينت منها هحسب الزوايا الموجودة عندي للبيز والزوايا تبعت زي. الآن هذه النقطة بتقع على الروت لوكس، لو كان مجموع الزوايا هدول يعني سواء هدول حيكونوا بالنيجاتيف وهذه بالبوزيتيف بدي يساوي بلس أو ماينس 180 درجة إن في 180 درجة، يعني مضاعفات ال 180 درجة بالنيجاتيف أو بالبوزيتيف في هذا المجال. أوكي، هيك بناخد بريك وبعدها بنتكلم على البودي بلوت إن شاء الله. يعطيكم العافية.